أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ أن دولة الإمارات ملتزمة بعملية المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق دولي جديد يضمن اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ التي تؤثر على العالم بأسره وتطال اقتصادات الدول وتؤثر انعكاساتها على الإنسانية ككل. جاء ذلك في كلمة دولة الإمارات التي ألقاها معالي في قمة باريس المناخ التي تتزامن مع المؤتمر 21 للدول الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس.